هنكمل إن شاء الله بأنواع البوليساكرايد. إن شاء الله رايحين نبلش هلا نحكي على الهومو بوليساكرايد. أذكركم بمصطلح هومو بوليساكرايد. هومو يعني متجانس أو من نفس النوع، بوليساكرايد يعني جزيء متعدد السكريات. الهومو بوليساكرايد هو عبارة عن جزيء سكري بيتكون من نوع واحد من السكر، لكن هذا السكر عدد وحداته بتكون أكثر من 20، أكثر من 30، أكثر ممكن من 100 وما إلى ذلك. أحد أشهر الأنواع على الهومو بوليساكرايد هو عبارة عن الستارتش، هو عبارة عن النشا. والنشا بيتكون it is composed من الأمايلوز، وبيتكون من الأمايلوبكتين. سابقا كنت حكيت إنه الأمايلوز هو عبارة عن long unbranched chain من الدي جلوكوز يونت، هو عبارة عن سلسلة خطية غير متفرعة من وحدات الجلوكوز نوع الرابطة في الأمايلوز alpha 1 to 4 linkage. Such chain vary in molecular weight. وزن الأمايلوز يختلف بناء على اختلاف عدد وحدات الجلوكوز اللي مكونة بهاي السلسلة الرئيسية. Such chain vary in molecular weight from few thousand من عدد من الآلاف إلى more than a million إلى أكثر من مليون. والأمايلوز هو يعتبر جزء الووتر سوليبل من الستارتش. الجزء الثاني اللي بيكون الستارتش هو عبارة عن الأمايلوبكتين. والأمايلوبكتين بداية يختلف إنه هو it has high molecular weight، وزنه الجزيئي يصل إلى 100 مليون، وهو عكس الأمايلوز هو عبارة عن highly branched system، هو عبارة عن المركب المتفرع، بمعنى أنه هو عبارة عن سلسلة خطية، وهاي السلسلة الخطية يوجد عليها أيضاً سلسلة متفرعة. مشان هيك لما حكيت سابقاً عن نوع الرابطة ذكرت أنه الأمايلوبكتين فيه نوعين من الروابط. الرابطة الأولى هي alpha 1 to 4، هي الرابطة اللي بتجمع ما بين السلسلة الخطية، والرابطة الثانية اللي بتجمع ما بين السلسلة والتفرع هي alpha 1 to 6. فالجلايكوسيديك لينكد جوين اكسسيف او سكسسيف جلوكوز ريسيديوز في الامايلوبكتين. الرابطه الاولى هي الفا 1 تو 4 اللي هي بتجمع ما بين السايد تشين برانش، ما بين عفوا اللي هي الامايلوبكتين برانش اللي هي السلسله الرئيسيه، بينما السايد تشين برانش اللي هي التفرع اللي هي بتحصل تقريبا كل 24 ل 30 وحده سكريه بصير في عندي تفرع، اللي نوع الرابطة بهذا التفرع هي عبارة عن alpha 1 to 6 linkage. chain glucose residues طبعا الرابطة هي alpha 1 to 6 link which it is insoluble in water، هي ما بتخلي مركب الأمايلوبكتين ذائب في الماء. أهم نقطة بدنا نعرفها إنه النشا هو الشكل اللي بتخزن فيه الخلايا النباتية الكمية الفائضة من الجلوكوز. فإذا النشا هو عبارة عن the storage form of energy in plant، لما بيكون في إنتاج كمية من الجلوكوز فائضة عن حاجة النبات يتم فقط في المملكة النباتية، يتم تخزين هاي الفائض من الجلوكوز على شكل starch especially abundant in tubes such as مثلا في البوتيتو في السيدز موجودة كمية من النشا بشكل أو بكميات عالية. وهذا الستركتشر اللي أمامنا هو يمثل الأمايلوز. الأمايلوز نوع الرابطة هي زي ما إحنا شايفينها alpha 1 to 4، وهو عبارة عن مركب لينير، وهو عبارة عن مركب يحتوي على 1 reducing end. بالنسبة للأمايلوبكتين، الأمايلوبكتين عندي منه نوعين من الروابط، هذا المين تشين اللي هي السلسلة الرئيسية، نوع الرابطة فيها عبارة عن alpha 1 to 4 هون، ولما أنا عم بحكي عن البرانش بوينت عن نقطة التفرع نوع الرابطة هي عبارة عن alpha 1 to 6، هيها 1 وهي 6 ونوع الرابطة فيهم هي عبارة عن alpha 1 to 6. هون نفس الشيء، هذا عم بدلني على ستركتشر الأمايلوبكتين، عم بحكي لي النقاط المطموسة هي تدل على التفرع نوع الرابطة alpha 1 to 6، وعبارة عن السلسلة الحقيقية نوع الرابطة فيها بيكون عبارة عن alpha 1 to 4. طبعا مع اليود أحد أهم الإكزامينيشن اللي إحنا بنستخدمه حتى يتم التمييز ما بين الأمايلوز وما بين الأمايلوبكتين هي عبارة عن اليود.
مع اليود الأمايلوز بيعطي لون البلو كلر، بيعطي اللون الأزرق، بينما الأمايلوبكتين بيعطي اللون الأحمر مع اليود. فهي إحدى الطرق اللي تستخدم عشان نعرف شو نوع المادة الموجودة مثلا في هاي الإكسبرمنت. إذا صارت عملية الهيدروليسز للستارتش، هلأ الوحدة الواحدة للستارتش هي عبارة عن جلوكوز، والستارتش هو مركب يتكون من ملايين وحدات الجلوكوز. إذا صارت عملية هيدروليسز، إذا صارت عملية تكسر للستارتش بوجود الماء، فالناتج عندي ممكن يكون عبارة عن أكتر من ديريفاتيف، أكتر من نوع. مين اللي بيحدد الناتج اللي بده يطلع؟ طبيعة عملية الهيدروليسز. بمعنى إذا كانت عملية الهيدروليسز كومبليت، عملية تكسر أو عملية تميه أو تكسر بوجود الماء، هي عملية كاملة مثلا باستخدام الحمض، فإن الناتج هو عبارة عن الوحدة المونومر الرئيسية اللي هي عبارة عن الجلوكوز. فإذا كانت عملية الهيدروليسز with strong acid هي عملية complete hydrolysis، بيتكسر الستارش وبيرجع يصير أو بيتحول بيعطيني مادة الجلوكوز. بينما إذا كانت عملية الهيدروليسيس partial hydrolysis، عملية تكسر جزئي، يؤدي إلى تكوين الدكسترين. وأحد المواد المسؤولة عن عملية تكوين الدكسترين هي عبارة عن الأمايليز إنزيم. الأمايليز إنزيم هو عبارة عن الإنزيم اللي موجود باللعاب، مشان هيك لما نحط قطعة خبز داخل الفم ونستنى عليها دقيقة نشعر إنه طعمها صار حلو. ليه؟ لأنه الخبز يتكون من نشا، فيه كمية من النشا، ونتيجة الأمايليز اللي هو الإنزيم اللي موجود مع اللعاب، اللي هو قادر على عمل عملية البارشال هايدروليسز للجلوكوز، يعطيني الدكسترين، والدكسترين طعمه حلو. So الدكسترين هو عبارة عن product of partial hydrolysis of starch، نتيجة أو ينتج نتيجة الهايدروليسز التكسر الجزئي للستارش. الدكسترين بيتكون من أمايلوز وبيتكون من أمايلوبكتين، والدكسترين بيعطي sweet taste، بيعطي طعم حلو. It is easily to be digest، من السهل إنه يتم هضمه. موجود الدكسترين in corn، في الذرة، في الأرز، في الرايس سيرب، في كل المواد التي تحتوي على النشا. الأمايلودكسترين it gives blue color or purple color لما بتنحط مع اليود، والإريثروز دكسترين it will give a red color لما بتنحط مع اليود، while الأراكنايد أو الأكريدو دكسترين it will give no color، ما بيعطي أي لون لما أنا عم بضيفه على اليود. هون هذا التفاعل بهمني هو إذا أنا عندي الستارش وبدي أعمل عليه أيودين تيست. الستارش إذا أنا طلع عندي فيه أمايلودكسترين، اللون الناتج بيعطيني purple color. إذا أريثرودكسترين، اللون الناتج هو عبارة عن red color. إذا أكريدودكسترين، الكولر ما في no color، colorless. ومادة المالتوز كمان تعطيني no color أو بتكون عبارة عن colorless. نيجي نحكي عن الشكل الثاني اللي يتم تخزين فيه الكمية الفائضة من الجلوكوز في الخلايا الحيوانية، بمعنى خلايا جسم الإنسان. يتم تخزينها على شكل جلايكوجين، والجلايكوجين هو عبارة عن الستوريج فورم للبوليساكرايد إن أنيمال، هو الشكل الذي يتم تخزين الكمية الفائضة من الجلوكوز في الخلايا الحيوانية. The main storage polysaccharide of animal، يتم تخزين المادة زي ما حكيت على شكل جلايكوجين، والجلايكوجين هو عبارة عن بوليمر، نوع اللينكج فيه هي عبارة عن ألفا 1 to 4 للسلسلة الرئيسية، وللسلسلة الفرعية هي عبارة عن ألفا 1 to 6 لينكج برانش. الجلايكوجين أكثر تفرعاً، وهو يعتبر الأكثر تفرعاً مقارنة من المواد الأخرى مثلاً زي الأمايلوبكتين. الجلايكوجين is more extensively branched on average، تقريباً كل 8 إلى 12 وحدة جلوكوز بصير فيه تفرع، وهو يعتبر مادة more compact مقارنة من الستارتش، مضغوطة أكثر. الجلايكوجين it is specially abundant، أحد أهم الأماكن التي يتم تخزين فيها الجلايكوجين، يخزن بالليفر ويخزن به السكليت المصل، يخزن به
العضلات الهيكلية. إذا منتفرج على هذه التشين، هذه هي عبارة عن الروابط اللي بتجمع ما بين السلاسل الرئيسية. نوع الرابطة اللي بتجمع ما بين linear chain هي عبارة عن alpha 1 to 4 glycosidic bond، ونوع التشين اللي بتجمع ما بين التفرع هي عبارة عن alpha 1 to 6 glycosidic bond، والوحدة هي عبارة عن وحدة الجلوكوز. Both starch and glycogen they have alpha glucose unit. They are digested by the alpha amylase enzyme ويتم هضمها عن طريق الإنزيمات اللي موجودة، جزء منها موجود داخل السلايفا أو مع إنزيمات السلايفا. النوع الثالث من الهوموجينس بوليساكرايد هو عبارة عن الدكستران، والدكستران يعتبر بكتيريال أنييست بوليساكرايد، هو يعتبر نوع من أنواع السكريات اللي موجودة عند البكتيريا وموجودة عند الفطريات. نوع الرابطة فيه هي عبارة عن alpha 1 to 6 linkage من البوليساكرايد دي جلوكوز يونت. All have alpha 1 to 3 branch، كلهم التفرع عندهم أو عفوا السلسلة الرئيسية هي عبارة عن alpha 1 to 6 وعندهم تفرعات مختلفة. أول تفرع عبارة عن alpha 1 to 3، بعضهم الآخر عنده التفرع alpha 1 to 2، وبعضهم كمان عبارة عن alpha 1 to 4. هذا الدكستران إذا وجد هو المسؤول عن الدنتال بليك، هو المسؤول عن تسوس الأسنان اللي يتم إنتاجه نتيجة البكتيريا اللي بتكون نشطة داخل surface of the teeth، لأنه بتكون كمية عالية من كمية الدكستران موجودة داخل الأورال كافيتي، وتعتبر هي السكر اللي بتستخدمه الخلايا البكتيرية في عملية التغذية. يعطيكم العافية.